يتم تحضير لمؤتمر دولي ينظمه هيئة الاتحاد المهندسين المعماريين الأفارقة بشراكة مع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، وسيتم تنظيم هذا المؤتمر خلال أيام 4 و 5 يوليو من هذه السنة بمدينة الرباط، وسيضم هذا اللقاء حوالي 43 دولة من ممثلي الدول الإفريقية، وسيقوم على تنظيم عدة ندوات ولقاءات علمية تتمحور كلها حول موضوع هذا المؤتمر الذي هو المهندس المعماري والتحديات الجديدة للقارة الإفريقية، نظرا لمكانة المهندس المعماري في الدورة الاقتصادية والثقافية والعلمية التي تشهدها مختلف الدول في البلدان الإفريقية. ومن خلال هذا المؤتمر الذي سيتم تنظيم لقاءاته من خلال عديد من الخبراء الدوليين والأفارقة والمغاربة، وسيتم بالخصوص إبداء أو يعني الوقوف على الإشعاع العلمي والثقافي والاقتصادي الذي تشهده المملكة المغربية، ومن خلال هذا سيتم كذلك الترويج لمختلف يعني الخطوات التي تتم في هذا الشأن، خاصة في مجال الهندسة المعمارية في المغرب، وهي مناسبة كذلك لإبراز القدرات والإمكانات العلمية والثقافية والفنية للخبراء المغاربة من أجل يعني المضي في مسار الإشعاع المغربي لدى الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.